السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم SOLIDWORKS. درس النهاردة عايزين نتعلم إزاي نقدر نرسم بوليجون على البرنامج. فهاجي أفتح البرنامج وأقوله نيو بارت فرونت بلان سكتش، وهبدأ أختار أمر بوليجون معايا. بوليجون هنا أرسم شكل رباعي ثلاثي خماسي سداسي whatever زي ما احنا عايزين. وهنا بنكتب النمبر أوف سايدز، تمام، موجودة هنا. بكتب مثلا أنا عايز أرسم شكل سداسي ويكون من الاوريجن من هنا كده، وامشي كده مثلا كده، انا رسمت الشكل السداسي بتاعي. طيب اقول له صح، وابدا اقول له بقى سمول دايمنشن، مثلا ان طول الضلع ده بتاعه مثلا 100. طب انا عايز اعدله يكون افقي، بدوس على الخط ده واقول له خليه لي هوريزونتال. يبقى انا كده حطيت دايمنشن للشكل السداسي بتاعي، وبقت الرسمه بتاعتي فولي ديفايند سكتش. تاني هنا بختار الشكل بتاعي واقول له مثلا انا عايز شكله ثماني، واختار من الاوريجن من هنا كده، وابدا احط كده واقول له ان الخط ده مثلا خليه لي هوريزونتال، تمام، وحط لي دايمنشن لللاين ده وليكن 50 مللي. يبقى انا كده رسمت ايه، شكل ثماني وشكل سداسي. وده كده الامر بتاع البوليجون. لو حد عنده اي سؤال او استفسار يقدر يبعت لنا صفحتنا على الفيسبوك لارن سولدرز ارك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوف الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.